المحطة من حيدو الأفارقة ولات محطة أخرى في شكل. أنت الحمد لله الناس ولاو واقفين، أنت الكليان هما ولاو واقفين، ما بقوش خايفين. الأبناء ديالهم بكل شيء ليهم، الأمن هو ولا حتى هو معانا، الأمن دابا ولا واقف معانا، ما بقاش تشكروا كنشكروا الوالي، الوالي اللي وقف معانا بزاف كاع اللي جا وكل شيء، ونصل ما كاينش شي حاجة اللي ما بقاش اللي ما خدم. شوفوا النظافة، أنت النظافة هي دابا قاعد تنقات الدنيا، شو كي ولات ما بقاش كيما كان، ما كنتيش تقدر توقف هنا. وكنشكروا صحاب الإنعاش، ما يوقفش فيها الرائحة، ما تعطيش نفسك تشمها. الناس اللي كيجوا عندنا كيجوا من التمين، تخيل كيجي يركب معك إنسان داير التام. لا الحمد لله دابا تنقات، المحطة دابا كنتي تشوفها بحال ما هكا، شوف الأمن، شوف ما بقاش حتى ذاك ديال الجري عليا نجري عليك، ما بقاش كل شيء. حتى الكورتي اللي ديال الكيران ولاو منظمين روسهم، ما بقاش هذاك الصداع بيناتهم، ولاو حتى هما مساكن اللي كيتمعشوا حتى هما، ولاو كيجيو عند الكليان بشويه، ولا كيتعاملوا معاهم بشويه، ماشي بحال في الاول هذا يجري، ما كتعرفش اللي خدام مع هذولا اللي ما خدامش معاهم. والحمد لله ولا كل شيء بخير، الحمد لله ونشكره. كنشكر السلطه اول حاجه، كنرسل رجال الامن، وكنرسل الناس ديال الانعاش حتى هما مساكن اللي سهروا، صحاب النظافه وصحاب وبالاخص سي الوالي، هذاك راه هو اللي جعل هذا الشيء كامل يكون. الله ينصر سيدنا اول حاجه، والحمد لله ملي كل شيء بخير. الوقايه المدنيه مساكن حتى هما الليل كامل، هما يطفيو وقادوا رشوا داروا الادويه داروا هذاك الشيء. والله ينصر سيدنا، الله ينصر سيدنا. ما حتاج ولا مزيان ولا زوينه سبحان الله، ولاو الكليان دابا غيوليو ديما يجيو المحطين. دابا الناس راه كيهربوا من المحطه، والله يجازيك بخير، والله يحفظكم، والله الله ينصر سيدنا. صراحه فرحانين حيت داكشي راه ولات المحطه ولات زين، ولاو الناس كيخافوا فيها، ولاو الناس ما بقاش كيجيو المحطه ولات زين، ولاو الناس كيخافوا. بزاف ديال الناس ما بقاش كيجيو المحطه ولات زين، كيقلبوا على على الخطاف ولا شي حاجه باش ما بقاش يجيو ولات زين. راه المحطه زوينه صراحه. اولا قبل كل شيء صارت العاده باش كنقدم نفسي، هو ان معكم عبور شعيب عضو اللجنه الوطنيه اللي رصدوا التعبئه للمركز المغربي لحقوق الانسان، ناشط جمعوي على مستوى منطقه الفيدا مر السلطان. احنا اليوم كنتواجدوا بالمحطه الطرقيه اللي هي ولاد زياد. اليوم انا كيجيني عيد، هذا كنعتبره عيد. علاش؟ لان المحطه رجع لها الاستقرار، رجع ليها الامن، رجعت ليها النظافه، ورجعت للوجه التوهج ديالها اللي كانت عليه من قبل. لاننا ملي كانوا هاد الافارقه وخاصه هاد الفضاء اللي كانوا كيجتمعوا فيه، راه كان واحد البؤره سوداء، كانت نقطه كتجمع غير تجاره المخدرات، الخمور، اغتصاب القاصرات، اغتصاب القاصرين، الغبره، احتراف الجريمه، كيران تكريساو هنا، مواطنين تكريساو، المرة ما سلمتش منهم، الساكنة نفسها كانت كتعاني معاناة اللي هي كبيرة. اليوم الحمد لله احنا كنشوفوا الأمن متواجد هنا وهناك، مشكورين كل من ساهم باجتتات هذا الوباء. أنا كنت كنعتبره بوباء، لأن علاش كنعتبره وباء؟ لأنه كان خير الكيان ديال الأمة. احنا مقبلين الحمد لله على تنظيم كأس إفريقيا، ومقبلين على تنظيم كأس العالم، واش الدار البيضاء خصها تكون بواحد الحلة اللي هي تعتبر المدينة الاقتصادية، اللي بكل صراحة خصها تكون بواحد الحلة جميلة، لأن غادي يجيونا زوار واللي يشوفوا هذه الحالة اللي فيها الدار البيضاء، وسميتو كيفاش غادي تكون الصورة ديالنا اللي غادي تتداول. هنا كنوقفوا على هذه النقطة باش نشكروا كازا بيئة، لأن كازا بيئة والمشرفين عليها قيمين على هذه المسائل، هما اليوم باقي الان كينظفوا وكيقوموا بكل ما من شانه باش يرجع هذاك الشيء اللي كنا كنتمناوه، ان المحطه ترجع للاصل ديالها، المحطه ترجع لسابق عادها. والحمد لله هذا الشيء راه حصل،
كل شيء مشكور، كل من ساهم من قريب او من بعيد في اجتثاث هذا الوباء اللي كيف قلت قبيله كان دارنا بزاف، وكنا كنعاني وكنعاني معاناه اللي هي لانني انا ما سلمتش منهم، لان واحد النهار كانوا غيقتلوني ضربوني بحجره وانا كنسجل بحال هكا، لولا الطف الله لما كانت العاقبه تكون اكبر. اللي كانوا خالقين هذه الاشكاليه هما الافارقه اللي كانوا كيجريسيو الناس كيخرج لهم مباشره. الناس دابا الحمد لله اطمئنات، ولا المحطه رجعت كيف قلت لك التواجد ديالها، الامور هي غدا سير عادي فيها، الناس كتجي كتسافر كتوقف تستنى الطاكسي ما كاينش مشكل. هادشي ما كانش قبل من اللي كانوا الناس اللي كانوا خالقين هذه الفوضى. الحمد لله الامور انتم كيف كتشوفوها بخير وعلى خير، ونتمنوا هادشي يستمر وبلادنا تكون بخير وعلى خير، وهذا هو المبتغى وشكرا.